الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد عين كسوة الكلمة دي أثر الفتاوى الانهزامية على الأمة الإسلامية وحاورت قدام بيسي بأنه هذا مرينا إن شاء الله تعالى موضوع عاونا وفتاوى دي هي بيانات كي قرارات كي كسب سنة قضية الصومالية ودادها الصومالية قيبة كاملة إيسو ساري حقو مركة كمقدمة هان سي مركة موضوعه سوسكوحنا لو فهمه منهج كي جماعة ونجي صوم مريت تعليقات كي إنه قصة ميني الملاحظات كي علم جاي إنه مغذي وحكسة المعني مركز ديب إيش الله يقول نقو منهج كي جماعة قضبيه على عسلاء قدرها وحوها موقف كي جماعة إكقات مسألة الولاء والبراء هي موقف كجماعة وكي يلتهي مسألة الجهاد عصر هذا إنه مرة إنه وحكى له موقف بأنها مسألة الحاكمية قال هذا جماعة كقاتل وإن جسوم ري جماعة مسألة التحاكم إلى غير شرع الله إن جماعة أيضاً لهم وكفر وقالمه ويكحرين رغبة يرضى يكحرين ننكي دستور وضعي أما قانون جاهلية أحقن تما أسوان شرع إله النعبين قال لماذا محكمة دانا أن جعلين إنو سن قالوا بي نبي سوعة دي مسألة التحاكم مركو مركو وعدا وسيك استود مركا قوانين جاهلية أو محاكم طاغوتية أضعو حقن تنتكو قالوا بي ميسد إلا بالشرطين شرط الرغبة عن شرع الله إن شرع الله إن عبته إيو وشرط شرط الرضا هاي بغير حكم الله لبدا قيد بكحرين كدبنا مسألة فرعية وإيه كساريو ننكي محكمة طاغوتية وحكم ترى للضرورة إن يبنان تايزان قال لما هاي مركب فرعاني وحقوف سيرها يا موقفك الجماعة ده موقفك جماعة ذلك قاتل مسألة التحاكم إلى غير شرع الله مسألة هي أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله موقفك مع ضي موقف قرآن عدن الضبابية وتكرار بدن كجره وهذا لك اللي علع لي غبش بدن أنت يسيقك عيان بكتغين مركب فرقي بأول حي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله يا التحاكم إلى غير شرع الله ولا بكلم مثلا من الذنب والتحاكم إلى غير شرع الله وركض وعدا ماذا بك مرجعة العصر اليوم أو الجهمية اليوم بين مرين اللي هو هرئي ولي بقى أدو الليتا كان هرئ الحكم بغير ما أنزل الله هنا ويعرش عرشيين انت يبوه بهيين بكتك ما هل هذا أنك حسابنا قرن ما يدو موقفك هاي إجماع السلف وكون تمي الإمام تيمي وسوقوري أو وسوقوري على الحافن كثير هي غير كيبا بين مرينة صحراءها مسا موقف كلاب بأنا بين مرين مع الدين هذا الكواعل علي المنهج كتبها الله آخرين أما مسألة الجهاد موقف آدي أدوليتا وفولح وأيسن صورة قال أهينين دين توحكي قائنو كموقف لكتو أما كما ذهب لكتو بين مرين وإنه صوم الرهي أرنكيس شرحيس مسألة الحكم مسألة الولاء والبرانة ودمريسين ماشي مرينو أهيد قال هذا سكة صدوطة غيرتو أما دولة قرمتو أما مسلمين تأل أبا بإسو أدو قال أذيك سني أما إكو أذيك سن هيان مرنوين سن قال لما أهين إلا أتجعذات الدين تقال هذا ونقر كارت الدين كقال هذا إلا لنصرة دينهم وحب ملتهم وأنا قصوا مرة مركب مسألة الولاء هل كاسين مرين معه هاي أبو مازن معه هاي شيطان كعباس سكستو يهود أو قباب يا حماس كقالوا مهي إلاء وتشعل الدين تيهودية ده شريف أحمد سكستو وداده أو قباب يا قاله وبيعمل قيبيان قالوا ما هي إلاء
كريستنك جعلاده يا وحي أمسهم رميزان تهي داود أحمر سكستو مسلمين تا وقبا بيوتوبيان كي أحمر دا مالي زناو الرقيزة قالوا ما هي إلاء جعلاده دين تا أحمر دا أما حبشيدو يا أمسان تا كريستنك حقا نقوقر قارو أصوكو جعل لنصرة دينهم لينتصر النصارى أو النصرانية واليهودية على الملة المحمدية موقف آدي يأذو اللي تيكمرين مسألة الولاء والبراء مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة التحاكم إلى غير شرع الله مسألة الجهاد مواقف آدي يأذو اللي ذاتا ونفلين إن جماعة ضوحة بقبان باكسو بحي مسألة الإيمان سيدوك هلي هذا لورنك روحي وافقين مذهب كي رجاء الفقهاء أما كقدرن با باكعد عبارته ودا لغا فهمي كرا قعد يانا اورني هدي لو قيل بخينا وحل اورن كرا مذهب كي السلف الصالح بين مارين مناهج تمرك القران عباره عد وواضحه وانا غبش لين با كفي عن محاضره مركا عاوا كو سابسن فتاوي قرارات كي بيانات كي ودا دوي سو سارين وحي كل قليده هي موقف كي جماعه مساله الجهاد اي كقاتين بيكون لغلاده. مركا فتاوى دورة محاضرة دورة بحي بنوحكس وقاضينا. تصهيا جماعة كلبا هنا ميل هبين بميل مرايزو. ومعلم ميل كفر نايزو. ويمر حرقول نقن. مرنا أي محو هاي سوف ليزو. وكاسا. هذا ينتبه نقنو 96 كتقريبا. أما 97 كهورانتيس رقم مركا جوغي وكل قرن هي شيخ محمد عبد أمل وكي محاضرة جيدية كصابسا إن جهاد كشرعيقة أن لو شرط ينوح إمامة إيا الدولة 94 شيخ وكي محاضرة جيدية مسجد كانك جيدية محاضرة صو إلى شان عجل لح عجل نقوة أمضن إلهي سبحانه وتعالى كو أنفعي وكبا بينا يفكر كأه جهاد كوحالوش دي إمام وإمانتو جماعة مرة هيا جماعة الاعتصام مانتو وحي مرة هيا جهادا دولة أي سنودين يما الحوين مسلم وسنهرك عيني جهاد ما هو باطل يا دقحطور يا فدنو يا أباطلوي شوخ واقاس فكر كاسو آدو بابئي عجلو كدوبي عجلي ولا قيبي نين والبميل بكو دقيست نين دي بداها كو دقيستا نين صمالي يكو قاران نن كان يكون دغيستا عجلها سئاد بي قيبين جماعته ويفرديين ميل كستي او علاقه ليهم بي جايين الى ان نو انو سو غارين ميل كبحثا ودنكن مركا موقف كاس واغا جماعته سفي عن بي او تاغيرتي ان نو او بومبونيه حق بين اني تاغيران بومبونيه ان حق بي اهي لكن ما حكدن بي وحاكدن بي موقف كذا جماعة أي تاغيه الدلة دي دين تواقع أموقتي شاقو كاني يكو تاغيرين واحد يلو كدن بي نما إسان سنين لا بآية من آية ولا من سنة ولا إجماع السلف الصالح ولا قول إمام معتبر ومعتبر نما إسان كيرين أنا قد تفسير كي وحاوي هبا خلطنا هدو دون هاي وأنا قعدت أسرع إيجا لها أو صحيح الصومالي إتوبيا إيجا كم مقضي جهادين تي السلفية ذاك لنا ما بمقنن با هذا أنا قعدت أسرع لغاية شيء ودعوة يكون الرسدين يعشر الله بحيو كتاب كي سيفتي وده سعوتين يعني من بألو وريقي مركا لابد موقف كي إنو إسبدلوه أنا قد تفسير كاسا إيه مقضى ذاتك قاركي هبا يلاهدين وطعن في النوايا الجماعة أو في نوايا العلماء لبسا ملاها إن هذا روحا إن يديسا إيو قصد كيسا دورتوه وحنا كشيكتها دي قرائن أي جران الإمام أحمد بن حنبل وكي كحري بغداد عراق كتغي هل كاسي يمن بوتغي أيو كي من العراق أسي يحن معين أبو زكريا وأوصوا على عبد الرزاق السنعاني إني أروح ليستان وحكسوا برتان حديث كسو وريان ييو الطواف يوم مكة جوجة يي عبد الرزاق بلكوا المنوسو حجيه
يحيى المعين بوحوري إن كان أسرع أن إمامك أو أكا مكو جوغا يمن إيا سنع إلهي بأنك صفرتي هذا إنتان لفرسون أو وحيى أنك ريبان أحمد وحوري إن يدان أسوى قستي إلا أن رمي سترون يمن تغو لها اللي ما يوذاتك ضوافك هذا رمي سو عمر يسو حجي هو لها رمي سو كدب بعد المناسك رحلة أديار قرو إلى اليمن ورك جوجي واي هيبو يمن بل لو قلت عبد الرزاق وحي حديثي كورين كريم بي كسو قرتين كسو حفظيين ويسو نقضين واقي الدنبي أيا وحصو بحد عبد الرزاق سنعاني حقوق إنو أحق لي أما علاقة للي هاي تشيع شيعة بعض لا إما كتهم إنو متشيع يهي أما شيعي يهي أبو زكريا رقي كؤت كاذي يحن معين باكا مدى أرنكاس أحمد وكو وافقه واي يحن معين وحول أحمد وحي وافقه هوشن أدي الدين هاي وحو كبقها يا إن الرحلي سيد النايد كهاللوضو أدي فاعها يا لألا تضيع رحلته إلى اليمن إيو أبا حاطد النايد أحاديث وحكا كسو قاذي إن خطر قشو كبقها يا أبو إحنا قرائن بأمو قتيح من عين صاحبك أقام مقتئن ودفاع يا عبد الرزاق هاي لمصلحة شخصية في روايتي عن عبد الرزاق مركا عبد الرزاق تهمد أما هكسوغنات أما إذا كسوغناني وحايقا خسي كليا إمام إنو دري في قصد ونية إمام لقرائن ظهرت له صحابة بضان بأرهن كأسكو سميي تابعين بضان بأسكو سميي نينك إمامك أما روح مسلمك إن الظنق يأحوما يسلم أقوله بدون قرائن ولا شواهد لكن مركز شواهد يا قرائن مشى تالله لا حرج في ذلك موقف كاس مركز موقف اي جماعة لها ينبئ هاي كان سكدن بيي بأنا آذي آذو الليتة الرافضي قادياني خبيث كا موقف لبعض وضن كي مركز لقصو الدولة هاي وذادت طبعاتنا بيان صو ساري isku gudjira akhwaan muslimiin mujammaa ittihaad wali bayaga u badna intaas oo nooc laha culuma mustaqilina todobaatan wadaad ba bayaan soo saaray ay kaga hadlayaan in laga hortago duulaanka xad gudubka gaalada soo wado wadanka qayb ka mid ah ay ku soo qabsatay lala dagaalamo ayaga iyo waxa la socdaba bayaanka waaga waa la salimay acdaad ayagu ilaahayna baarisinta ay ku jireyna ولا أقبلي وحمرنا ولا كانينا مو سنجرين مركو وفتوى 70 عالما من علماء الصومال ومركز ومضى أقوي يري لمقاومة الاحتلال يوحون الجهاد شرع أي هاي يين ليس قرب قالوا لس كقطة قلنا منك كهرتو جودي يتوبيان كي وحلا سعدنا لباب إيو صغير كبير عن لوكال هارين طيب يا ما خطرت أي لهذا ما أنت إن موقف كا لقى جابيو أما قال الله صفته أما لو قيل بحيو بيان كاس بيان لا يقانو عانا واقي إلا آخر أيوها ومضونا إيكا لهور تطوح كاستو أودو النفئي مال با وحاحي بيان كاس إنك سنو جماعة إسان خاص ولهين هدنا حبنا العلوس باكا جري بيان أي جماعة دو قونو لهيد باكو حيقي فتوى ويكسو سارين برعو انت يتو بيان كوضن كهيستي برعامر كي كسو سارين بيان كي فتوى دي ويكو دي رنوى إنا كا علاميان موقف كو دو كو آدن إتو بيان كي احتلال كو آدن إنا برعاكا جيديا محايا برعوة مغالا هوستكتا أغيا هوستكتا برعامر جيجي هوستكتا واساس حقيقة دو سيداسوي لأنه قروا برعاء يهر كيسب كل وحلقو حكوبا جيجيا دي سبا لغا حكومه صحوي حقيقه واسداس لكن هذا وحين ربنا هذا مام القبلات كش امده لو لغويه وهي كترسنت هاي سومايلاند بيان كابور عمرك وا كجيدين واي اسو قورن باي لا تگين سومالي لا سو گلين دوسه مره مركي مر هيان باي اعلاميه لوسمرب مركي مرمع علامي وحي علامي لوسمرب وحكا دوام مجاهدين تا جوغي شهادن حاشي عيرو ايو رقم مجاهدين تا دلكا جوغي ايغو مركا هدا غوان كان وا تاغيراي مجاهدين تو ايغونا تاغيريا مركا وي سو دوينيه
ما لي مرك كنا بدوي اللي كانوا لوجود دفاع كنا مرك يمر هيا أي كسي دايين أوروس مرة بهاي بيان كاسي وسيف عم بلوح سلطان بإلات هاي هذا النقل كميدة واللي هي اللي بإلات هذه اللي هذه وحا إلى خطر سنة ماشى كجرا أنا قب بيان كمان كمان هي دب دمنا وان هذه وان وإلا كرجع علماء أو آخرية بيجش كي يلوك السوني وحاكو قراء وكميدة بيان كاس من جر الكفار إلى بلاد الإسلام وحاويا وكافر يجب قتاله وكذلك من أعانهم بمال أو نفس إلى آخر ذلك جماعة الله صارت بيان كاس شيخ بشير أحمد صلى الله عليه وسلم جوغي هلا ويديو بيان كي نصير له وبالأخرية جماعة الله صارت فتوى مطولة وأدلة وقروحسا ومذهب كوهابية اللغوية قالنا يا أيو أها بيان كاس محاكدن بي إن لا يوحي ميشا عن كل شيء يقني دق دق بو أها وحبنا كمجران ديننا ما أهين أباطلون من جر الكفار ناسعون ميسو من جر الكفار إلى بلاد الإسلام أو أعانهم بمال أو نفس أو كذا وكافر يجب قتاله وتصرع وأنا دقدق وحجرنا معه محاسحة من جر الكفار إلى بلاد الإسلام حبا لدينهم ونصرا لملتهم من كاسا قالوا بهاي سو كفر كالدير ما بيانك أضوى المهم لو سمير لك شعيي مسألة هل جنك أيو تاجري إن قوات الاحتلال ودن كلاجأ صار وشعبك إسكوتتجو وعلومه يهوينك يرق صغير كبير بل جرمده نيم والبميش وجو بركو وكفوتشتو يقضبك نما كان لورد القاضو ودن كان لجأ صار أن لوك لهارين عالم يعرولي أيو بيانك خسيي لو أكون يسديدي بشي لبيت من عشان تهدي بيانك أصدق الشركة وينه أي قبتين جماعة عضو برعكو قبتين أي كإعلاميا روس مرابي يوحي لها المالة شر دبتها جنب وحقد عي مكة المكرمة شركة سي وحي كسب بحي لبلا وراقود أنا هذا ما شوكوها يوي مركي كسب شركيا وضع ومضوا أي مرة الصوماليات حاجة بابا بربركا احتلال كا لبكا يقالوا جيستين موقف كله بعاني هاي يوحيد المركان مراجع عينه أن دراسين واقع الصوماليات يعلموا ضم ماشي مرة هيا يعني مجاهدين تي قواد السود دولي يا وحي علموا ضم صوصار أصدر البيان التالي بالإجماع بيان كان صوص عضة أي سوى الجر أن كله الله إن لو صوصاري غضب كوباد يصوب حكو حكمدا بحروفهم الا دغيستو نناشد الامه الصوماليه عموما والمجاهدين خصوصا الى مواصله الجهاد في سبيل الله ضد الغزاة المحتلين دفاعا عن عقيدتهم وانفسهم واموالهم واعراضهم ووطنهم كما ندعو كل الاطراف المعنيه الى الوحده والتكاتف والتعاون الشرعي لأجل تحقيق ذلك أو ذاته وركود أمد الصومالي ورنو حان أقول يرينا قود أهان قار أهان مجاهدين مجاهدين تهدي صون منك هذا أهل فتنها معها مجاهدين تلوشي وقولي هذا أهل فتنة لو يقان المجمع وان كوح كوكور عن وجماعة هو كوكور عن وحساسة مسيئة بيان كبر عكس وبحي جماعة بس ما يسن لهين بسوق ري بعض الإخوة وحلو ذاقي المجمع بلو ذاقي هس هاتي رئيسك حلقة أيضا وحو أهان رئيس كان هذا جماعة رئيسه وحسب دولة توصل مركة مجرى هذا الكاسي في عم بدو لقي ستين بلتة ومدى الصومالي دوران يمجاهدين تسيقار أهاني وحان أقول إن إن أي وضان هلجنك جهاد كوضان في سبيل الله حق يلقو وضها ضد الغزاة المحتلين لمن قصدوا لوضان كقبصدي محانو دق الله من دفاعا عن عقيدتهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ووطنهم
sidoo kale waxaan ummada ugu baaqaynaa kooxaha hawshaasi ay xusayso halganka in ay iskaalmeystaan isu tagaan isgarabsadaan ay iscaawiyaan go'aanka go'aan fiican buu ahaa bandiga toddobaad markay marahayeenna waxay ahayd nadcu lummata alislaamiyata cumuuman wa culamaa'aha khusuusan إلى الوقوف بجانب إخوانهم في الصومال استجابة لقوله تعالى آياته تعاونك يتكاتف كسورة الأنفال بكس دين يا العمران أمد إسلام كوردن وحان أقول باقي إن إني قرب استاقت هلقن كأمد الصومال أي كجرت لغو سارها يعني منك سوق لوتك حوق وضن كو قبصة دي أيضا الصومال أهان عامد يدي علومة هوشة إني قلان بان أقول باقي إنه بيان كاس بيان دير ومشي الله وهلا آخر يوم فوائد بدن بأكو جرته لكن دي بلغن نسخي انتو سن ناسخ السود دقين حكم كوريا منسوخة وبالهورتها الله آخر يوم وح سوكر راي متى قانت وح سوكر راي واسبدلي أنو كل إمام وقاني دونكم وارك دونتان بيان كادن بي مكة وحو عدييي انو تاغير سنيهي حرفا بحرف بيانك برعك صباحي لجنة المصالحة والتصحيح أي قاتي جماعة للسعوتية مجمع ربما أي قاتي هل كنك إن لوضو إن قلا وضن كان لغا سارو جهاتك الشرعي هاي أن لك لهارين حول نفي المال بلغو بيلو بيانك ما كحول جميع ما أصدروا بان تاغير سنة حرفا بحرف وانا حول جنين والله باق وحويان فتو جماعي أن لوك لهارين بيانك أن بي مكا علماء بدنوا أن أهين اعتصام أن أهين كأر أهان أياكو كقريب قالي بيان كان دمي مكرقة كفر ميزان كقريب قالي مشاركين تا لباتني يكون نبا أو قلاتين ما قعدوا ماشل لقو قرا الله فرميو رك بدنوا كقريب قالنا وعب سدين وديدين لباتني كوا لقى بدنا جماهير نبا لها طيب بقول والو دوا أم ولقى بدنا طيب لكن رج لباتين يكوا با تقريبا وقال هذا إن عدكودي ما قعد ماشى لقور رج كوا حكى العلامة علامة الأمة الصومالية الشريف عبد النور حفظه الله تعالى ورعاه وشفاه لبو الشيخ شريف شعمر فاروق حاج عبد السلطان صدح الدكتور أحمد محمد ماحي أفر شيخ عبد القادر نور فارح شيخ عبد الدرقعمي وذكرنا إسلام بيلتا شيخ عنك وحكو جريش محمد عبد أمل وحكو جري شيخ طاهر أو عبدي وحكو جري شيخ حسن حسين أحمد شيخ عمر علي عبد الله دكتور علي محمد صالح شيخ فارح ميري روبلي شيخ محمد إدريس أحمد شيخ عبد الرزاق محمود تكر شيخ محمد قاسم محمود شيخ طاهر جامع شيخ عبد الرحمن أبيض شيخ آدم شيخ عبد الله شيخ عبد الرزاق آدم معلم شيخ محمود شيخ أحمد أبو شيبة شيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون شيخ محمد عثمان علسو شيخ عبد الغني حسين لباتني كوغا عالم بدن كنا هنا جماعة قرنيسان رجع علماء كجيران باصو صارين هل كان ودان واحد كجيرتان وجهات شرعية هي بعد شهرين تقريبا لين كان هو روحوها بيان كم تقريبا وحوها بيش اللي بيتونات تودو زنكي ايدكي تودو بيش اللي بيتونات بحوقها لبي شنتيدي بيش اللي بيتونات شنتيدي أيو كاسي أها لو بيلود كدب تودو زن ناينكي بيش صدحات كوجيدي مركبهم لو بيلود تقريبا وكيو هاديلا ديسي هوليه شريف كيو كوحديس صدح أحمد أنا شو؟ صدح أحمد أنا والله ببلو ذوي. بيش صدحات كوج ذوي. الله بيطبنات بين تكلأ هيد. وكو يلا الله ببلو بسوي تقريبا حول حي. بعد شهرين تقريبا مؤتمر وين وكيكر عي حمر. مقدش الله وقفته. علماء بدنا وصومال إيكا قيب قالين. بيان وين بالغسو صاري. شركة قاب كلود دياري يعدك الدم بيسي يوحي وذي يفنك عد بحنيسي
وحاسو دان صومالي ويوكتها يغا يغا قوم بدان حساب لسو دياريي او ان بدان لغرفيي بايسكا هيدو من جحابين وبدنيت هساها هتو دا داء لو سهلا وقبل صالحين بدان قبيبا كوكا لي ماشا يدا بيان كي صوبحي هل كدغي سو عيوان كي سو خوها بيان هيئه علماء الصومال بشان مستجدات الوضع والدعوه لتطبيق الشريعه بيان كو سدا سو اها عيوان كي سو هيئه علماء الصومال عيوان كو خلدنيه علماء الصوماليه دون او ما دنين واس كغرنيسن وا هورا لغا نقاشو ركو دغالمين انو هدا وقت كو بخين ماهي بيان كاسي بيان مؤتمر كاس مؤتمر وحو اها خلخل جليي حولي لحاتك وجهاتك كسعدي نافيي ضاوع كو كيناي ودادي هوران ومسائل خلاف واسكا اجتهاد اسكو هيي كلا فوغيي الاسكو حد قدبي بيان كا دب بدن ايو كيناي شريف كي كوخي سي با ام بو تاغيري امسوم وكنا فيستي خائن يتوغو دم با كنستي وحو دبر جبين كو اها ادي اد او بان مجاهدين تي نمن كي هلغن كوداي بل خطر وحو وحي غلين اني هلغن كودو دن با او بابو وصاف حرمه خاصه كونفور يا مقدشو او مركا عاصمه اهيد اني مجاهدين تو كحيدا او نيما كونفور اهين وحمر كنولان واي ايي غادي او شاسف عن بالله حسطاب الهت رحمه وحال الارض بايه بكل اد دارود وحال لك اسمايه تغا قوليه اساق وحال اذا قد برسدنك بورما يا هرغيسي هلكاس يا برعه كما سوكن كرتان مخو هاي قوليه ريمدو غلغدود يا مدوق ادا ليري ميشان قوف كان مرنسدي وحا لوغه تغي با ليري يو يا اب قال يا انت لها المش عباد يا هنن ما هي مس ما هي مس ساس هو شو هاي وكيد دقي وين ريكونفريدو لدياريي ابشر بعلا وكي كسي دايي اذا عليه وكي مخو هاي نشارقون الله نغا دغين وين حاجتين شن وير باب دعي غديغا بدبادينتا يا سمتا بخا بيلها هويه وكي اساسمي غديغا اقونيهانكا ورباهينتا فنانين تي نمان كسوغان تا كشقيه الابا نو سو فقت ايدو هوش اي خطرت هاي شي حسن ظاهر وكي الهي حقك كاني نصر بوها مقاومه شيخ ايماجيزو ضد بدن واكن نحين ان بدن وا تاغر سنايين لكن مقاومه ككل نصر بوها دقيدي ووينيد هويي عقتو ساري انا بين كدوين بول حقا من التي أنا وكورنيلا أضيب بيلان أنا بكافي عن إن إقدان إذنكم مجمع مال فريستا أحمد ديري يمحو آي شيخ حاد مالي قلان بالاوهي إنها سمركة ووحاد لسع وطيرا دا وحلا روفا فاين ما أيو بيان كاس مركة دي بدن أيو مدوكو كياني ملاحظات مركة دورة وبيان كا كتيرتا وان لا تلمامين هادو كهر هذه اللي تلمامي أن صوع عن بحن بين التلمامي النوانس كجت جينا بيانك وحكو جري أما فتوى داس ودادها لحدن كأما أفرتن كأما تضواتن كل بس ترى الله شيء جبا تكفير كأي أحكام تتكفير كأي روح وكافر وحيس كل ده علوم هذا خاص كأه الذين يقدرون القيود التي وضعها الشرع في هذه المسألة صفحة الله بعد بيانك كجر هذا الكأسقة تكفير يحكم التكفير وح إسكال علماء وين ومرك أيجو أي قرن هياندي وخاصة أون أهين مجاهدين تأوران شغلكم على هوش أيضا علماء أيجو أي قانون خاصة ومواصفات جونة عليه ومصطلحات جونة لو إيجا هيو أيها إسكال قد يضع أنا وإنك صومر إني قد يضع باطلة طيب إذا دليله لا من كتاب ولا من سنة ولا من أجمع السلف الصالح كليا مناطق قوية هاي مسألة التكفير كا وحكم شرعية من أحكام الشر نين ولباء وقرنية مسألة سحق له
وإن كان عامياً جاهلاً في مسائل أخرى أبواب كلا حتى هدو جاهل كيها مسألة لكن مسألة الإيمان والكفر أقرنها بضوابطها وقيودها يكفي علماء وأون مجتهدين إسكالية إنما أنه أن قانون مقعابد دوننا إسكالية هيئة القضاء أن صورنا إسكالية أرمها سي وحيلتها وأنه كصف أرغني محور كي كصاب سنة نقد بيان كي منك جماعة أيونه كقصوا هذا اللي وحيكدقين علمه الغلو في الدين وأنا صحيح لقديه لكن وحكى له مناسب اللي قدر التميع في الدين دينته إن التميع ولا بهد له أو لقد وحارق مالك استبل له اللي يحنكره أو إنك استبل وكؤذين كره إن لقديه يعني هي. هدي الحد جذب بكدين تكدكتو قابين ترى وأنا كدكتو ما طايم الزماعة هذا إنك أن ترار هاي بح هاي حوارها كوس على أتقابنيس، وإن إنك هراجا أن تروح لهدي، أو رتبوا تقانا نمرك الله رو، بيد يد بجلس بالله حرا، رجع رمي وفهم هاي، بيد حدق وين بحالك على جا قابنا وريري يكبر الله يعين كورني يمرق بس الله هاي، سين تنا وحلو قلين حرق أصون أقل كورن هاي اللو قلين هاي. داودي زو حاوي نافكو هادو مركو ملكا كدق هايو اما ميل جودا كدا دعي يا شاب اقل كو دنبا انو سن قورتيس اسكو تغي اقل كو انو هوراي وبخا وها داوا كا دبا جليسكا علن هي مركو نافكو فورسدو رردي ودن اي ريريد وخ اسكو تغيسا اي عليسكا مخو اهي اقل كو دنبا رتيغا قورتيس مركرتي وا دمان هيا اما وا كوف هاي ودما تالكس وا هلكسم هيا wuxuu wada odhan ama maqalaha ama caru inuu u dhamaato markuu malka iyo jiir ka baxayay bayda cilinaysa aqalku inuu dabadiisa ka siibto reerkii reeriyada inay xagga dambe ka siibato oo muluq tiraado oo kaligi uu siibto reergana agaana ku dhac wuxuu saaraa baydana dawaka markuu waxa loo baahan yahay dadka bayd u xidho dabagalis dad u xidha loo baahan yahay ma tahay muzamma هذا تري غلوقه وأنك تدق هيا، وين تكدق تو تميع يدين تو لقعيارو يمحوها يدو لجيفينا بنان تنو تكدق توي. طيب، أنت أسوأ إسك مقدمة وحنوسه قد بين وحيدة ومن الغلو في الدين بحروف الهيئة أو المؤتمرين، ومن الغلو في الدين القتل. والاختطاف والنهب وإيذاء الأفراد والهيئات الخاصة التي دخلت البلاد بضمانة شخص أو جهة إسلامية وفي حال ثبوت تورط هذه الشخصيات أو الهيئات ما يسيء إلى دين المجتمع وأخلاقه العامة يتم التعامل مع الشخصيات أو الجهات الضامنة للمسيئين وركز في عنبض أقرتين بيلتها الغلو في الدين وحاكم ده دين تلقو حد وحاكم ده إن لدله أما الله ضفه أما الله بابه أما الله دبه قال هذا وضن كسر قشي سيد أمني قال هذا وضن كالصومالي كسر قشي أمان يضر يقاد يضمين وشخص مسلم بحيي أما هي أم مسلم أي بحسي هذا يسقناه قال هذا وضن كسر قشي ضمانة دي أمني وكسر قشي أي سقناته إنه يكون حد جدبان حمان قسم الدين تمسلمين تا، ويكون كعان رقم كردن الدين تإسلام كا، كون كعان رقم روع يا رسول كا، دين تمسلمين تا إلهي كتاب كيسي، أما أخلاق البلشدة مسلمين تجود روع هاي، فرلا ما قال كرر لمن الدليل كرر لمن أجمر كرر، وحال قالها الله يا إني منك أمان كسي إني من كاني نضافي وما شت قد كنت كعليا، محاجرة إلهي الرسول كسي عاين. دين تاني كتاب كاني يكون حد جد بين كريستاني ما يفافيين قبله بي زنادة برا هيان وليش بيكون دي رجلنا هيا دقن حمضة كنتم يبلاي قيبن هيان تواسيس ويسردونة وعمله وسهن وحاسو أدي سقناته وحويان لا أجمر ما هي فحلو لقوا علنا هي ورك الله قالت شنا يعني منك كياني وأنا بيان كجماعة منهج كجماعة عفوا مركن نقدين مثلا وين صوفين إلى تابين دويد بين صوفينين وخطأ مثل هذا إنقابك الله إطلاقه علماء دان وهذه تضواتا ونرقي صوماليك الدقاق هي
أما محوها السلفية كدقاقة هي مع علمانيتها اللي هو كجريري مع علماني محوها علمانيتها وكجرين بل وحا كجري محوها مع المجمع وذي كجري مع الوفاق وذي كجري ولا بدنا مع الإصلاحي يا من كتجري إصلاحي بقى كجري ولما نمر موضوع على العطب كجري وواجد نمر هذه الفائدين قاضي بقى كجري قابت إن لو إطلاقوا ولما لقارسيوا الغلو في الدين وخطأ الغلو في الدين وحتى رضا ومسألة بنانين وقت حد قدب لوابها هذه قواسية حد قدبها وحن وحتى رضا وحن وركا إني سنبنانين هي أد ينن قالوا أما ودن كويمد هدو حد قدب السمايو إن لدلين بانقباء وننك كينا اللقور عليا لطافية أمده أو لقارسية مأمن كيسي أضو هذا قبطه ولاتك قبا ان لا ديلو مربا نينكو هادو دينتي اسلام كي اسلام الهي يا رسولك سكو حد قدبو ان لا ديلو هلكا لوو ديلو نينكا قبا هي وا راي سليم ولي بالراجح من حيث الدليل مركا انا ترى من الغلو في الدين وا خطا ان وح مبرر اما قيل ان لهين كاسي مركا وينو ففاهين دونا وحاكا لو كميد اها بياناتك ويسوه ساري على الحكومة الصومالية اتخاذ قرار واضح في التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية وأن يصدر البرلمان الصومالي قرارا في هذا الشأن مدة أقصاها 90 يوما أو باللابان يسكوه ذا بيش صدحات لبكون يساقالك وحاكم إذا بندي أصونا المثاق الوطني مركي الأيكاه اللهيين أحد قرماتك لقو قالوا بيكون راشديس وحيث أن بعد مراجعة العلماء للميثاق الوطني للدولة اتضح وجود بنود تخالف الشريعة الإسلامية وتناقض البند الثامن الفقرة الثانية من الميثاق نفسه والتي تنص أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للميثاق الوطني لذا يجب على الحكومة أن تلغي جميعها المواد والتي تناقض الشريعة وركان سفيعا بدو لقيستين بندي كله وقطب شنط أنا قايل نقول هيا وحاقوسه كان إن ولدوه أي رفضيين وعديين إذا ما هن أميسهم إن يستشر عدرا وضن خصو قاله وأخلاق يعذب بلد يحكم شرعي يدين إسلام من نواصن أقلين قابك وضن كوي مادين سدوا كله إن يشرع عدرا كوجوا كان وحين أوقبتين وحين يجاذين هالقصة أرو طريق سلمي على قصار وحنا وقت المدب بقي اللي باتنها بينه بقي اللي باتنكها بين أنت يكون جنوا أفر بلوط ما تقريبا أفر تاب بلوط أيجو دول بلارس مصر من كرام بيجا ذي مدنيين تنا عيدي مجرين كرام يشعب كريات كا طيب أيجو من لما ويركروا نبض بودن كجوا هيا مجاهدين تو حاران كائن ويران أفر تابي ونمن كعجلة وضن ككوت شرع درك ويمد شرع درنا كوجوجا تعليقات بين مركز عشان تقرب قصة ما ينينا قلب ككوبات هران بن تعليق النية ومسألة كفر جاية تكفير كي تبديعية تفسيق إنك استوى علم جذي أقون تذله أي حق له وحج مع هذا كوقي هنا مجرو وحد يقول كوحد حرانا مجرو وحانيك إحرحنا مجدين والبو مسألة عن قرني ولو كان عاميا في بقية مسائل الدين حق بقولين وكفت وضع ما أوقو أنك ذكاره مسألة هيئات كأي أشخاص تقال ذي وضنها كسو قليل ضماني أمان وبحياء ما هي ذي بحسي وحان لينا هاي هدو حمان يحد قدو بكسو من الدين تإسلام كبرتي سالي قد الهي لأنه محارب وي أمان بانخص وطن قصو قلي هدو أمان كل شرع النقض وأنا قصو مرة أمان كم حقوس نادا وأنا قصو مرة طرفان بالأي جهة المؤمن وإنك أمان كبحينية أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير خائف ولا محبوس ولا مقهور طيب وأنا قصو مرة ذكرا حرا لبضاسي وحكتنا خلاف
ninka muuminka amaanka la siinayo ee gaalka ee wadanka islaamka soo galay ee fiisada aynu siinayno ama waraaqda aynu u qorayno ama ugaasku uu ka masuul noqonayo waxa shardi ah haba yaraatee wax dhiba inuusan u geysanin muslimiinta meesha jooga dhaqankooda lafahooda maalkooda diintooda dadnimadooda taana shardi bay ahayd idan shuruud annoocaas lama qaydin hal iska siidaay hal siidaay hadana waxa la haday sugnato inay xumaan an yusi ila diinil muslimiin ma aman kisiba lagu cilin dadkii la joogay keenay baan laga hadlayaa waxaan leenahay haday sugnato dadkaas hay'adaha ama gaalada ee wadanka soo galay in ay sirdoon yihiin ama basaasiyan ummadi ama ay sahan yihiin ama ilaahay subxaanahu wa ta'aala sid cad ama sarbeba wax uga sheega ama suubanaha maxamed sallallahu rabbi wa salaam alayh aw nabiyya min al anbiya ay ku xad gudbaan ama wax ka sheegaan sarbeeb iyo si cadba bartooda lagu dilahayaa muxaaribiin wey ammaankooduna waa burahayaa kaafirka xarbiga ana waa in la dilo tayib taasi waa inaga soo maray haddii la yidhaahdo wadaaduhu intaa waan ognahay laakiin maslaxo baan u aragnay in la celiyoon la taabanin waxaa lagaga jawaabahayaa oo la odhanhayaa annaguna maslaxaan u aragnay gaal kastoo caddaana ama afrikaana ama madow oo waddanka soo gala in la dilo maxaa jira lianna almaslaxatu tuqaabalu bilmaslaxa walacalla tuqaabalu bilacalla weliba waaqica imaka la daraasay ee dadka u dhuunduleela hay-aadka ajnabiga ee gaalada soomaaliya waxay ka qabtaan ama bilaada islaamkeen amnigeedu sugnayn ama aan dowlad xoog badan lahayn ee iska furana jaantaa furan ah soomaaliya kulli wada boodhar wey tusaa maaha inahay wadaaduhu joogaan meel kastood ka geli meesha doontaad ka geli baddaad ka soo geli berigaad ka geli meel gooni oo toomari ma jirto dhulka noocaas oo kale gaalada gasha hadday doona ha ku gabadeen inay muxuu ahaayey gargaar bini aadanima ay wadaane waxaa sugnaatay bitajriba waalbaxf iyo bitanqiib watatabc ku sugnaatay aqlabkooda inay mufsidiin yihiin fasahaadiya dhaqaalihi ummadda la dagaalama dalagii beeraha khalkhal geliya muxuu ahaa isku xinaanshihi ummadda dhaqanki iyo anshiga iyo akhlaaqda ummadda diinta islaamka faafin kristaannimo iyo yahuudiya bakti wax la garan waayey sirdoon basaas balaaya qabe waxaasay u badan yihiin marka intaasoo dhanba haddii loogayay wax inkari karan hawsha ma jiro ninka ugu caamaysan ee soomaaliya iyo ninka ugu caqli badan way garanay hawsha ay ogyihiin tayib gelayday bixin jiray ummadda marka laga joojiyey nafiska ummaddu ay dareentay iyo sida looga nastay keliya wax ku qiyaasa caawimaadii raashinay bixin jireen dhibkay ummaddu ku haystay keliya wax ku qiyaasa intaan wax kale la gaarinba xumaan kalo ay sameeyaa intaan la gaarin gelaydii cagaartooydii ummadda ay siin jireen ay qaybin jireen iyo xilligay ku beegi jireen iyo qaabka ay ahayd siday ummaddu uga nasatay iyo lay dhammaumarda martay keliya wax ku qiyaasa marka maadaama nimankaas aqlabkoodu fasaad iyo dulmi iyo xadgudub ay u batay in kulligood ununka loo guduudiyo oo la jaro yaaba maslaxaad odhan kartaa markaad dhan kale ka fiiriso adugu marka maslaxadii waadoo ay sheegan tanaaba ka xoog badan waaqacan uga dhow ma tahay mise ma aha laakiin waxaa weeyaan howlo badan ayaa iska jira waxaa kaloo marka munaasab ahayd inay tilmaamaan jaha islaamiya ammaan siisay ama shakhsi islaamiya ammaan siiyey annaga mina laazimaha ya haddi ashu waa lacime ma ogtahay reer puntland iyo dowladoodu ammaankay bixiyaan ma laazimahay muxuu ahayey mujaahidiinta howl u taalla ma aha somaliland waxay bixisana howl annaga noo taalla maaha idinkana idima taalla mujaahidiinna uma taallo shariifku wuxuu xariiqana ciduu khuseeya ma jiro inta isaga u sacabaysa aan ka ahay waaba hadday muslimiin yihiin way dadka ammaanka bixinayan ka hadlaynaay fardan wa taqdiiran waxba hadda ka niqaashi mayna gaalnimadkooda laakiin kuba qadar inay islaam yihiin waa qadar malagii galay hata hadday bixiyaan annaga howl noo taallama mujaahidiina laazim mahay wadaadahana laazim mahay bayaanka jeedinaya fatwa soo saarahay hawsha iyada looma bixin lamana tilmaamin
وأن نقول بدن سوغور أني أدلنا أوكي كحديث أبي بصير هي نقوش العلم شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الإمام أبو العباس الوانشريزي ما لا بدن بين صوم الري أنت أصور دمبا وحب الله قمر دسين ولا سيد داي وحالي أنت نشجع إنك خلافنا وغال في دينه بل ومال غلو في الدين وذا ده غلو مالا أولين ولي بالرأي ضعيف ويحكوا لسيد أي هذا إنك خلاف واحد وغال طيب في الدين ولا ضفي ولا جورعي ولا دلو ولا شارقي محاك أنا وضنك هذو حنوا وذو ناقة وذات كبورك فريها النقودي هاي أنتنا وذها النقض كنت أنا ركنا وذي لو رجع قيب صدا برتها كنقض طيب هذه أمانك حتى أوصق ناضه شروط اللو شرطنا يمحكوا كأها انتفاء الضرر وأنا قصومر واحد ليبقى ونوسنين كاسي وسن صوبحين حاشية العدوي من كتب المالكية مجلد كأفراد أفر بقول كنتن يكو وحاكو قرن وشرط الأمان ألا يكون على المسلمين ضرر فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد هدو أمان آتي سونين مسلمين تا سردون أو جاسوس هاي كل هي أدوه ولا سردون وي هي أذكى استمر كي الصومالية تكتوي عقها سارت أما داو هودو أما عقارتو يقل لي هودو أما كنهم حق يبسو أما عالة ضابع حق يسو أما علبة انقود هاترادي ريبوت بيسو قد بيسا ريبوت كاسنا يو ان بلوغي يا يو ان قيبت دا أمني غان لسي وريبت وحقيقة وان لجي قانوي ننوال بوار بحناي انت ودوين ماشا كتالا وذا دهم إلهي جوغان شعبك وحوك حناقو وحلق مريكرو قابخ الله وضوف سنكرو واربحين رما يستنفايل كاسي كينا هيا لباطن فايلوه إذا كينين باد مركا لشاروق هيا ولا قيمين هيا خلاصة لغزو ساري خلاصة دا صحبا لغو قيبسا سلما وحربا قيبتو قولها أمني يو انتا يوشا لوريق هيا نمان قو مركا واجواسيسوي كل قد طيب هذا مركا جاسوس أمان سيسو أمانين سهانا أمانين دب هوا يراد أمدو حنكو كيني كرا أمانكا مقنتمين هدو أمانكو قنتمين وينكو وحربي ودم الحربي ومباح بإجماع المسلمين أليا من قدام مركو كهلا يمسألة ده أهل الحرب وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان لأنه لا يؤمن أو لا يؤمن أن يدخل أن يدخل جاسوسا أو متلصصا فيضر بالمسلمين وحور أهل الحرب وحق أمالها إن وطن إسلام صوغلا أمان لأن محايا لو حان أمان لقاء هين إن جاسوس ينتوغ أهل وطن كسوغلس مغنقة في أصل المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ولغو شرحاي روض الطالب لغو شرحاي ومتن قاس أسوه لي روض كاو حاسكالي متن قاس الكيزة زكريا الأنصاري وروضها نوبي صوقها بيا شرحنا وذات كلا إسكالي يا وحولي هاي من كتب الشافعية ويبطل أمان متجسس وطليعة إذ من شرط الأمان ألا يتضرر به المسلمون ومع ذلك يغتال كل منهما والعلم هو الذي والاغتيال حتى دولد ديديسو اي سيديسو ولا قال هيا مركا استنيشن با لو ديل هيا ولا اسدوغ هيا وحور الشيخ لان الدخول مثاله خيانه فعلم ان شرط الامان انتفاء الضرر اصو كلي نين ديب ودا اما درين ودا مسلمين تو ان ودنكود سو غلا و هو امان كو شيغنا كو سو غلو وا خيانه خيانه مركا عاداتن ادون كلا دافن هيا مجلد كأفر الله بقولي أفر الإمام السبك حوري والتأمين الباطل مثل تأمين مثل تأمين الجاسوس ونحوه فتاوى السبك مجلد كأفر الله بقول كنت أفر تأمين كباطل كان سعوني إن قنتم إن وحاكم إذا جاسوس يوحي لها المال إن أمان لسيه وحاكم إذا شروط أمان كاللو شرطيه شعبك بحين إياه وإن أمان كأد بحين إسائي أوسن داوعين جهاتك مسلمين
أمان كستور راوعي جهاد كمسلمين تواك كعوي في أصل المطالب. والشرط ألا يؤدي الأمان إلى إبطال الجهاد في تلك الناحية. صومالي هذو خلق الجنة جهاد كذي أمان كصعون ماي وذي هبل بوح أمان سيئه أت نرويج أ وذي كلام ذي سويدن وسيئ وذي كلو بلدنا وحويج أحمر رضم بن أمان سيانون وح أحمر كصعود وذي أفرادنا وحويج أنور وحن أمان سيئ وح كصعود مرايكن أذوقنا وض وذي كستئم بكوه بسدي قال ذي كل وضن كيسوق قاله يا لوج هذا يا ورقة يا هدي أمانك الله بحيو أيدك بحيان وخطر قليو جهادك لا ينعقد أمانك. والشرط ألا يؤدي الأمان إلى إبطال الجهاد في تلك الناحية لأن الجهاد شعار الدين والدعوة القهرية وهو من أعظم مكاسب المسلمين. إنك مكاسب الدعوة نقانا أعظم مكاسب المسلمين وجهاد كوي. فلا يجوز أن يظهر بأمان الأحاد سداده. إن ذلك أحاد أفراد أمان كي بحيني إيهاتك وصوح أي حده ويهر استقضي جهادك صورة قلمها في عانة الطالبين للشافعية وضابط ضابط الأمان أي ألا يؤدي الأمان إلى إبطال الجهاد في تلك الناحية. فلا يصح مع الأحاد حينئذ أمان لإبطال شعار الدين وأعظم مكاسب المسلمين. الإمام السبكي رحمة الله تعالى عليه صوح إليه ولو كان على المسلمين ضرر في الأمان أمان كي آد بحسي قرد سيسي لبها بيراتو مدد وكسو قارو كان الأمان باطلا ولا يثبت به حق التبليغ إلى المأمن بل يجوز الاغتيال في هذه الحال إلا اغتيال إلا الدلاء ومركب بنان. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى السبكي مجلد كأفر الله وبغل كنتن يتضبه هذا الكهوري أصل المطالب مجلد كأصونا أفراد سبحان الله باتنكو إلى تضباطني أفر مجلد كلاباتنكو ودنا عفوا شيخ الإسلام ابن تيمية اسمحوا ليه أيوه وحيدا وذاده هدو ككعه ما يوصيه إلى دين المسلمين والنبي قبال لعاي وإلهي بال لعاي وكتاب القرآن كابا وحلق الشيخي وأنبياء الملائكة بال لفنتي مشاعر المسلمين يمعتقد كيبون إن كان عضان كأما قال كأفريقان كأوراوعي موحالي ذي وحواجب إن لعليو أصور نبات قبة أن لا تاب نسكين أن لجو حقين لعليو وضن كيمد ها نك قع كسي محالي ذي وغال في دينه يعني وأباطيل وحن عاسى. شيخ الإسلام حوري إن إذا الله ورسوله موجب للقتل إلهي ولا ديبه إيه الرسول كيسو الله ديبه وحي واجبين إيسا إن لدلنين كدبك الله يمد لا يعصم منه أمان ولا عهد وذلك لا يكون إلا فيما أوجب القتل عينا من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك. فإن عقد الأمان لهؤلاء لا يصح ولا يسيرون مستأمنين بل يجوز اغتيالهم والفتك بهم لتعين قتلهم. ذلك إلهي الدباء أما الرسول وحكش قال هذا أمانك ودنا قيمت أمانك أصيح مايو أمانك أنك أصيح سي وحي لمتها يبو شيخ يجي أذو ننزل استأمان سي ننبا حد الزنا كل عاي محكمة بارلك يعني وألوكو مغراتك عاي أربع شهود بماشا فردو لأوكل سوني هاي وذي وحوري أنا أمان سي ننك لمتها مكر قد أمنته عن إقامة الحد حالنا أضي فريصو كبشها عبد أصلاً مضحاً قاضينا رجح بأن كد لنينا لأن إن كان حد بكد عي حدود ذلك قالنا أمان كودو لم أمان لما سينكره صدقك لإلهي الرسول كيسي الدين الإسلام كان إنك وحكش قال سك صدو أمان قلس أمان كيسي أصيح مهايو ومحارب مؤذي وإن للدلاء دونك الله دافيه وإلا اغتيالي والفتك به أصارم المسلول بوشيخ صدقك إلى هذا. الإمام النووي خلاصة كوبا وإذا انتقض أمانهم كان حكمهم حكم أهل الحرب وركوبهم. قال إذا أمانك الذي أمانك ذه دوبره ولي بيجيستين يا خالد إلي مادين يا حد جد بيكوك عين وأمانك ذه كبره حكمك ذه وحنقن حكمك محاربين محارب محلوية قالنا إن لجود له في الحلة والحرام
مال كستاد قم في ذا يمرشنك يأبدا كلا داريسة. مجموع شرح المجموع في شرح المهذب مجلة كسرية تمنات صفحة الله بقعد تمانية اللبو تاسي عن لنا إنها هاسي وداده وحيلته واحد قد بين هذا هو قابسنا لها يعني أنه وحنا ورقنا إني سنبنانين مصلحة ونوسيدة انتهاي وحبين نقول لها لكن وغلو في الدين وهو الخطر وهي إن دي بلوصة حين أبها انتهاي سيكا استوى النقطة وحان لنا هاي مجاهدين تهول هاد يا أمانك الله قالوا دم بطرف كما هاول أتالنا ماءها منا خصيصه جميع العالم الإسلامي هدو أمان بحيوه مسلمين تهل كما هاول أتالنا ماءها لأنه ضدك إسلام كشيكتي الدولة ده أنا مجاهدين تكوما يكالصونه بدن كون أكتوضوا وابكا قالوا مرتدين وحكوماتك انتو ذكرنا الدين تكوما يكالصونه منا هو سيمادان طاعية بيعانا ما يسنسينين من حكومان وشرط الأمان وحو أن يأمن المؤمن وشرط مهم جدا شرط أمانك وحاكم إذا نينك أسوه النبات بحي أمانك بحي أصنعه النبات قاله ورقال كان هذا أمان سيني وسأسوه أن أمان سيني سيلي قدين نينك أدوه هذا أمانك سيسي فيزي وطن قصوه قليا تأشيرا ونشاشوسي سرطة نضو بحين دولي سيبان نويري عيدن كسيبان نبابين يا كذا جيسن مركو كايا سكا كذا جيسن لكذا جيسن ماي ضد كأمان كلاسية هذا الحكومة ضد أمنية بروسو أما عهد أي بروسو جميع من يتبعها أمنية سوى برهية وأساس أهل الذمة هي وحاك لدون أهل الأمان أهل العهود والأمان هي مستأمنين توا كلدوني هذه أمانك أو برو أو بعض الناس أي بريء بعض الكفر أمانك بريء كل جود محارم بنقول هيا داري الضبو وضن رأي يروبا أمان سيني إن أيها كمدة أمانك بريء وين أقادين جواب مناسب مسلمين تقن عسنا ويكبحون وايد وحن لنا كل جن محارم باتين كل جن محارم هبرتي إن يأذي جن كل محارم بات مالك سب الجوع يعني شرعي قصدا ساكو قرن علوم الله يفقدوا قعديين مركو حالنا وحكة صلى الله بحيم مجاهين تم خسي نينك أن مرك أمان كذي عهد قد أوسن خسينين هذو قال كشارق ضو أير ويديستو محو غالي كن نقضي هذا الويديي ضد أمان سي النبي الله محمد صلى الله عليه وربه وسلام عليه يا أبو جندل يا أبو بصير كش قيسني ما حد قال يا ضاي نبي محمد بقى أمانسي عهدنا الله قالي إنه نبت قاليه كوح مسلمين وما كف كطي أرد بقوي حرب عصابة الجبهات باللوضي باللين هي يكون النبي أمان كسي حولنا كفرنا هي هذا ترى صحابة وغلاد بين قد كفرت هديك الحقوق قصبنا الجواب صح كبح اسم سلبه ودب أقول نقطه أباطيشة ماشاء الله قري الحافظ حجر وكشر حي مسألة أبو بصير ابن قدامه وكشر حي فتحي مغنقة حافظكم فتحي بارقة ابن القيم في كتاب زاد المعاد الإمام الوشريسي وانك سوقرني أصدق النقل يسكلي أنا سوقرني انت كلاوة ديرتاي حول أيها الشريس وسئل بعض الفقهاء عن الكفار ينعقد بينهم وبين الأئمة من المسلمين عهد وصلح فقهاء المالكية وحلوا دي اللي أن كتاب قدام بحقوقه بين هاي فتاوي علماء الأندلس إفريقيا المغرب يسوق غوريا مركة القرطاعي كرتين مشارقة وحكسوا غوريو لكن ساس أبدان هاي وحال لو دي هذه الدولة لها قارقود عهد يصلح لك قال أن قال رقية بكمدة هل يلزم ذلك من لم يعاهدهم ويصالحهم من المسلمين مسلمين تا قال إن عهد يصلح لك قال أن قال ذاني صلح عهد قانو أن لك قال مسامين يوم وذكرها هي لقول صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين أدناهم مسلمين تو حام مجنتو دي أمانك وضب حنكر وقادي كره متكو ذا أطبر يرى الدين الدنيا حن هذو ميت كم إذا أمام بحيه يلزم جميع المسلمين حديد كذلك بحيه فإنه قد يعاهدهم أهل الشام ومصر ويحاربهم أهل إفريقية والأندلس بالي حديث كان مركا يسعى بذمة أدناهم وإن لغفصره صندي فعل جاهيد
دعضي في عام الحديبية يا أبو بصير يا غيركي خسيسي شيخ الحكوجة فأجاب إنما استعمل يجير على المسلمين أدناهم إذا كان إمام المسلمين واحدا وأمرهم واحد مجتمع وفقه أذق بضموي حديث كمسلمين تو أما أنك لو حاب حنكرة أحد أيها كميدة وحوخ سيئة مركي مسلمين تو ميديسيه وهل دولة أيه وهل إمام ليه وهل دولة هوس هرصادة عرف كننك تلقن أما أنك بحيي إلى عاصمة وقارها يضرفها كلي ماذا حوينه أما أنك بعمد وضم بهريني لكن وينه قيب سنه تلذين أودين ما ملكيني وضم بقيب سن وحينها هيستا كنتني اللي بده ولده فتفرقوا شيعا وكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر كنتني اللبو بس كنت تضبو ويوحو كنتني اللبو يدافيني كنتني اللي حدها ملاس ملا قرسي مستين نمي حساب إيزان فحينئذ من أجار فحينئذ يكون من أجار أهل الحرب لزم جواره ذلك سائر المسلمين في الكف عن قتالهم وقتلهم وصبيهم أما مع تفرق الملوك والدول واختلاف الكلمة فلا وإنما يلزم الجوار أهل الإقليم الذين أجاروا ولا يلزم أهل الأندلس جوار أهل الشام ومصر والله أعلم المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب مجلد كلمات بقول طبعا يا شنب ذلك كجرة حليه مرك كوحك استأمان كأيضو بحساه خسائية مسلمين تكالين كدولة دهين كم مامل كناهين أما خلاف سنب أمان كأما خسائية حديثكم مرك عند الاجتماع والوحد شقية حديث أبي بصير نوح شقين هي عند الاختلاف وتفرق الكلمة مسائل كسياسية وإن سيدا اللو فهمه بيعلم ذليه تعليق صدحات رامبان مسائل كسوشر احنا وانكبه حيناي تعليق صدحات مؤتمرين تقول حيث هذه على الحكومة الصومالية اتخاذ قرار في التطبيق الكامل للشريعة وأن يصدر البرلمان الصومالي قرارا في هذا الشأن مدة سقاشا بريئة أو باللابن يكون يسقالك بشي كوبات بشي صدحات كوّد أرن كاس خلط كجرة ودريم كرتان بيلات خلط كوين كجرة إن وداد وهابي أو قابق أو حصوره وعبوي إصلاحي يمحو أميد أخوانه وسكرات هيو صوفي خرافة ومشرقة إيو معها يي ركب الرجل اللي سنجري إنه قاب كقضية ضوء لجان غريب معها لكن معها غريبة إن معها 50 عام 40 عام دعوة سووا ذي وتوحيد أنت الشيخنا إنه قاب كمثلا قول لجو آد بأفو الحنطة ولا معها يي والله إن الله بكرا هذا الكائن الدولة وين يقول أن صوصها تشرعين يطبق ذا لما لهاته لكن لبك جرى وحاوي وحا قصب إن بارلمان صوصها رقعان لتطبيق الشريعة الإسلامية وحاني دو ويديني هذه بارلمان كالصومالية ومية بالمئة وعضين لها إن شرعي الله تطبقه قرار كأساقة ما شرعي بنقون لها مثل ما نقضي قوانك أسيق البرلمانك وبقولك وبقولك راعين إن شرعي الله طبقه حكمك كسوف لي حكم إسلامي وشرع من نقل الله من زمان نقضي سببت محيطاي كل يوم حاتر من نقضي أنا نين استاقوا حان ربع عديس ونقوم واي مرحبا شام محمد قوانك وحو شرع النقونا يا مركب مصدر إسلام لقى سوق لقى كيانو وكتابك السنة وكسوفه له بارك الله فيك سيدا سوي لأن قرار كان تطبيق شرعه رجلينتا أودي سوحوك كسبان هيا إنو يهي قوان برلمان مطاهم مزما شرعي دي سي أودي سوحوك كسبان كونه يهي قرار برلماني أودك موسى كونه هي حكم شرعي حكم شرعي أما بهانو إن صومالي عضيسو أما بهانو إن صومالي إسكور رعض صومالي ودم بهذا إسكور رعض إن لقان نقضوا حكم كحد الرجم
وشارب الخمر وقطع السارق مشرعبه كفر وي كل قد انه عليان ان لدقن غليو حد السارق ايو شارب الخمر ايو الزاني قرارك قرار شرعي اما حكمك الشرعي انت افائدين اما يؤطري من مجرى مرك القرار البرلماني ان لعوتصدو وحاول هو خلق سيدا اسوغو شرعيغو يا قرار كينو اوباهن دينتنا اوباهن تاي تأييد شخصي يعني انو مركاسي او عدي لكونه شرع انو يهي شرعي الهي او يهي حكم كي الهي با اهن لفلي يكفي وادو تكو كابسن لهايين دولدو وانا يكرا واغضو قوانا ان شرعي يطبقضو وحالين هاي وحاوي وهاي ودعوة شرعية دعوة شرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وي إن اللي طبقان بو كل واقعي ولا قلنا يا أمرك هو إله يا الله بأمرك نسيح وجنا يا وانقضا الله لكن قرار برلمان كأوغلات إن شرعيه كو إن شرعيه مهورت أوغلات وصلنتي نمانك كفر يقص أوغلات طريقة إلهي غيرك يكون أرتي محوها كفر يكون أرتي احترامها يا وماشي كل دوبن بعد كل عصتيني هذا نقص عضيان حكم شرعي فرنتي مركوا مرن هباب ولا مرن هباب قضية حديث بريدة القضاة ثلاثة لبوا أهل النار منا وأهل الجنة صلى الله عليه وسلم ننك أهل الجنة وننك عرف الحق فقضى به قد يطبع الله كياني حكم شرع الله كياني هو قرطي مسألة دي آيات دي حديد كيدي حكم كيدي وأكو حكم أهل الجنة ودوسا وعيدك لكل دعين لبضا كان نبي حبا أهل النار ننك الكوبادي وانين عرف الحق فجارة حق بو قرطي آيات بو قرن إيا حديد كيبو قرن مري وإحضي حقوق كتك دوقو قاتي المأدرني ما قاتي وإحضي لجفينا بنان حروا لقلو عيال لما جبيبو آيدي بقول له عشي مع سلام إنك أهل النار وي إنك كلي ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس بجهل وقاضي مع الجهل مثلا الله كياني إنه صدبت لقوا حكمي ما بيقان نبا جهل بمضك حكمي مربى حكم كوردي كصوب بحياء أما حقها وافقه أما قرم أهل النار وي وحواس كقياس طبعا عامة مثلا لو ودي عامة جاهلة طاي أذو يردوب وين وكور يقميص قبة ومحاول جو أركيم جروين وهمبير عليه سنانة يكوت على سجود كام وقت حروبة كوكوس أرضي شيخ وحنق ودي ساي سامحيته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سداي سدا سوي واتكسي ديس ما بتقاني مثل هذا لكن إلهي أمرك الله يكون أدي والله شيء أهل النار باطاي إصابة الضنبئي إن أضمحوا هاي وافقة حقي لأيجم هاي وحال لأيجها يا وصيلة طريق الأمرتي طريق الضنبات كم مرتو أدو جاهل الحكم كهذا شيء مرك إن شرعي تطبيقي سبار لما لو صمرو وخطأ وي إن لقوا عطسدنا وتقرير لشرعيتهم شرعي إلهينا هوشاس أمبانو تعليق كاسو أسكرهم يا ميت كودرا وحوي بلال دقيست أفراد الميثاق الوطني وحيدا وذاده بعد مراجعة العلماء للميثاق الوطني للدولة الإسلامية في حينها هذا وحيدا ما قانه اتضح وحوعد العلماء وجود بنود تخالف الشريعة الإسلامية وتناقض البند الثامنة للفقرة الثانية من الميثاق نفسه والتي تنص أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للميثاق الوطني لذا يجب على الحكومة أن تلغي جميع المواد والتي تناقض الشريعة هذا كان كيهو ركليتو هذا يدو قدران اسكمار دو حتى لم يزامكرو
وذا دو حيد هذا مركي علومه كبار عند دكتور الله فجرتي أي قرفيسي ميثاقي يا قانونك أما دستورك يا رأي أحد قراميتك وحا علومه وعد هذا إن أي كجيران ميثاق أما أحد قراميتك قضبه شرعي إسلامك كهر إيمانية أو خلاف شرعي إسلامك حق أن برون هي قضبك سديدات قيبتي سلبات برون هي قيبت اللبعض عضين إزاي شريعة الإسلام كو إنه يتهي مصدر كأساسي إيه لغدن بين أحكامته تعليق بسيط هورت المصدر الأساسي ما أها أحلوب بهاي هذا ترى الشريعة الإسلامية والمصدر الأساسي لاستنباط الأحكام وخطأ وقد يكون كفرا هذا لأرنا المصدر الوحيد المصدر الوحيد مصدر ك مرجعية أحكام تلقى قاضا وإسلام ككلي قطعا بهن ماشى الشرك بكجرة بنسب متفاوتة طيب وأين اعتراضه مصدر كوحيد ك مرجع كلية ما أخذ ككلية الدليل الذي أحكام تلقى قاضا وكتاب كلية شرعي قطعا بهن واحد شكتنا باطل وين مصدر أساسي قد تكون هناك مصادر أساسية إلا ماشى النفي كمجرة موقتها نفي حصري ما يشكو مجره طيب وإذا دهور تطوقه أصبح ضي لكن جماعة الاعتصام أي واجد ما وكبر رون بيانكو من هتشكو ده هو شاسي وكتير ده وكبر رويج على غير ما وهابية من الطراز الأول بريهن دم الصخر ليس إنا كفى إذا سان هو شاي ده صورة قلوي تاسوى أسك تعليق بسيطة تعليق كوبات وحن لنا هاي ميثاق يا دستور يا قانون لو قري او ان من جهلاء يا كفروا يا مرتدين يا منتصبون الى الاسلام زورا وباطلا او نص شيكت اي دجيين عند المسلم الموحد واسيان صوابه وخطاه انا قاعده مهمه اللي فهموا بها ولادهم ما لي كم مرت انهم ما قرن هاي بل بعض الأخوان بكبر الرجال قبل 60 عاما قد يكبر الرجال بوذاهن يحفر ديا والدستور هي قوانين ودجي أذى هندى جاي ماشين جوجي كان يلقون جري إيش جمع عيس معاتر هذه ياش بنجايا ياش قلباي أو قاسا أسرع دجي يا نمان أوروبيين يا نمان لا يقانو قوانين دجين جري يا نمان قالا يا مرتدين يا منتصبون الى المحاكم زورا وبطلانا قانون نوع عاسى يا دستور نوع عاسى يا وثيقه نوع عاسى اون اسلام كان لغا سو قادين جمله وتفصيلا اون كتابك وسنه لو لابن جمله وتفصيلا خطاه وصوابه عندك واسيا او شمتها من زمان خطروي حديث برويد محوكوي ننك على جهل وحكو حكم حقنا كوها فسد أهل النار وي ننكاني سوابك سيه خطئي سهيه اسكو مدقو يما دام على جهل وحكو قلي قانون أي قال دجيين أما النمان عاما أي دجيين أما مرتدين قرين أما شريعة بقولك بقولها وافقه أما مسألة واحدة حكو خلافه كل قوى باطل لأنه لم يؤخذ من المصدر الإسلامي الأساسي الكتاب والسنة وتوابعهما يعني ذلك إنه اللي سفهمه مهم جدا هو كو لم يكن وادعوه أهلا للاستنباط ولا أهلا لاستخراج الأحكام ولأننا مستغنيون عن وضع الدساتير والقوانين انت أصول أمك اللي قصوتك قانون هي دستور عن كتابك ربك اللي قصو قادن علماء أهل وأنا إذا كسو قادين هذو خلدمو يهذو صحن هذا كل بول عليه كقادي لما أنتي صحرا سكتر اللهم مركا إن الآيات يا حديث مالك القرآن كحشو تمويه ومركا كعر تمويه هوا شاسي هوا الخطروي دكتور حسن الشيخ حسن الهضيبي شيخ إسكالها دعاة لا قضاة والقرن إسان بيلتها وقدم بأعضاء
baarlamaankii masar gashay buu ku jiray sheekhu xubin faal ayuu noqday sheekhu caalimana waa ahaa dawladdu markaa waxay dabcan qaanuun madani oo muslim dejisay oo laga soo qaaday Europa ee Farans qaybada kala duwan iyo islaamka qayba iyo yahuudiyad iyo carabti masar oo isku keenay ba qaanuun laga dhigay qaanuunki baa la dabcan ummada in laga gado حلقة لو جلسة لوسمية خاصة لقاها نقاشي مناقشة القانون ودستور المدني وإذا دار لك يعني دكاترة فقهاء القانون فقهاء الشريعة أعضاء برلمان وعلماءها ونن كان كميدي هاي بار لك يعني أسوق جلسة هرتبو ديدي مركو كوبات مر لبات بلغو عليه مر صدحات وسكي ما كدم نقاشي وحكيلي وحوري إن خطأ هذا المشروع وصوابه عندي سيام بوري قانون كأدجسين مشروع عام مصر لقطة بقى هاي هذو سوابيه صحيح وشرعي وافقه في النهاية أما أو خلاف أكتر واسكو مدبور واسيان محاجر الليل حوري يجب أن يكون قانون كستي مصدر كستا أن يكون الكتاب والسنة المصدران لكل تشريع دستور كستول لدجين وإن شرعي الله قصه قاضي كتابك السنة أنا قد دستور كيني أوقع رايميشي يلا وارقتين رقي أخرية وأخرية قلب كي سكو صدحات وحرفا بحرف والقانون الألماني جرمل كقانون كذوي حرفا بحوال ولا ترجمة كلية قلب كي شيء تمنادانا خلط من صدوك لي وقوانين لقصه أوري قانون كي هولنديس كأها كي فرنسيس كي جرمل كقانون السوداني مثل الكويت ونحن عاصل أوروريوي إن شرعي الله قصوا قاطئون شرعي وافق أن الله قصوا قاطئين أبدا شرعي وافق الإسلام قال لك الله قصوا قاطئين ما لك الله قصوا ديكتي لأنه هذه شرعي اللي دون هاي وحيران لها يوم وحان دونينا هيئة من كبار علماء الصوماليين أو دجساء مدى وحلق مامي لها كدب من قريوة وين علماء الله زين لها شاهي ألابتي يا عدنتي عاني فاللوب بالقلها أيضا ما أشها سكبر عندي لها قانون بينوس صار لها ين شرعي أن خلافا لا بحرف ولا بغيره ما هوش بسيطة ما قانونها قالها دي جستي أسوه الديار سنبا بالك ياني أسوه الديار سنبا بالك ياني كيم بقاتي دوفار ركيسي أيضا لسوء من نبو الديار سناء والله كياني نعم باصوت ديار صدي آخر كتب آيات بوافقية حديث بوافقية هون لو تعلم أننا لأنه مرجعاني مستر أهم بكتاب لو من لابن الإسلام هوشا سواء إن آد لو فهم علماء ضدك قاركي واكو خلدان هوشا أيضا وإذا دور دور مبدا هوشا وكل قوين هوشا أنك قيب قلي بانو جيدا حوري شيخ من أجل هذا ما دام قانون كان مصر أن كتابك وسنة أن لقى سوقادين داد أهل الآن أيسان كسوقادين لم أشترك في مناقشة المشروع القانون المدني كقيب قدن مهايو كالنقاش كقانون كان ومن رأيي أن يصدر كيف ما يكون بو أنا وحنقى بسودونا أصبحوا قانون كان مصير الوطن سودونا أصبحوا هدودونا هوا في القرآن رأسا وعقبا هدودونا خلاف اسمه دوريان بو وحيس دوريان مجره وقرب نجاسة كل جيبة لأنني شخصياً أعتقد أنه ما دام غير مبني على الأساس الذي ذكرته على الكتاب وصن وجدا والذي أدين به فخطأه وصوابه عندي سيان وفرسنك عالمك مشوك إستقى قانونك موقفك بموقفك إسلامك أو شيخ الشيخ سيدادرت الدكتور عمر الشيخ العلامة عمر ابن سليمان أشقر وحوي الوطع لقيي حوي رحم الله الهضيبية لقد قال كلمة الحق التي ينبغي أن يقولها المسلم فهذا القانون لا يستحق أن يناقش إذا دهنك وأن فيرني وأن تعديلني قضب قضب خلافها هي يعني بساطة هي ماشي الجهل ومرة يا شيخ الجهل بأصول التوحيد وبأصول التشريع طيب مسألة داني مسألة خطروي نمنك هل كافر يستي إقابك أكفي بهدنا وحيكون دعونا يا نجا مجتهدين هوش لقى ما هاللي كرو
والرميه سقطت نوعنا بتجليز أنا أمد وسدي دينتي إنكوا آمني خاصة في مسائل التوحيد والكفر والإيمان. طيب عور الشيخ لأنه غير مأخوذ من الكتاب والسنة وصوابه وخطأه عنده سيان ما دام كذلك ولم يطيل كلامه. هذا كما سيدر محاولة غيري ورمرجعان أما دستور كان يا قانون كان يا وثيقة كان يا دجي فقهاء مجتهدون حقيقة صور لنبشين من الكتاب والسنة فالأمر واضح فلا نغنق فيه ما تهم زماء وحاتري وحيكا صور وحادة شيئي بارلمان إيا دوفاري إيا جبوتي ملقيت قالي إيا هندي سكرادو قالا إيا مرتد صوماليا بادة شيئي بطل النقاش با. طيب أهل بأماءها ما قال دينك قلانينا إيا مرتد مجاهل بوحينو دجين هذا هو حاتر ما يه سك سبان نقطتين لكن شرعي بوافق سنية وافق نمدي يسمى كتابك السنة الله قصو قاطي وافق نمدي ما يشعر قصو بحضي مطوريد سغارة الله كلان طيبة مسيه كتابك السنة الله قصو جيدي حكامتان ما ياتري كريوف بان كلانا حاركس كاتر تولد بيبر كات ديغو مسخوش هات ديغو هذانا ذكر إلهي كو قراني اسم معظم آه. طيب هذيك اللي انت كجو انت سكالك عيار يعني وحي امضى ان لو قسمها لو وريريو هل اخر كتاب الشريعه الالهيه لا القوانين الجاهليه صفحه 388 الى 404 بالغه هلي مساله وحاسف عن بسليو دلي العلامه احمد شاكر في تحقيق المسند حديث ابن عمر يا عبد الله بن عمرو مكو شرحه لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق إنما طاعته في المعروف بؤاد وشرحة صدح صفحه مثلا قال عفوا شن صفحة وجيده هلا آخر كتاب نقل قيام بدل ما ماشي كجره وأنا كوبينا وإذا دوم مرق وحمان صحينا أيه وحمان تعديلين أيه هوش ما بطال الله ماش إنه يدهم بينه قلدمه ينه صوابي هول نوطة لما هل جبو هل جو كاشو بنان قال لقيه سلم لها ودادوه مركب ماشي ودقاقين إيه ماشي حاجة وجرتي اسمه بلاهين بتعليق شناد يقول ضمبيه ودادوه وحيد هذين قوات الأجنبية أو أم الصومة وضن كشرع دره كنت مدي حب يو جرجر قالوا يوتيوب يا جرب سنتري وحين كجوا عن شرع دره دعوة وحين دين الإسلام كي دقن كمسلمين تا هسي يشها الغصار طرق سلمية أفر بالله سيو مجاهدين أنت أصقع كما سينكران وحين لنا هاي وجه كوبات أرقاس ملاحظات باكجرة القوات الأجنبية وحيقر أن علماء إنه قوات احتلال لأنها داتري ننكو وضن كشرع در كيمة حقنا ويكجوغا معنى هذا محيطاي هذا نكو ويدي إذن ملتري ووضن كشرع در كسوك قلي بمعنى حق يا أمان أسون أمان لزينوي حوق بكوسو قالي هذا حوق يا مرق بكوسو قاباتري محوي هاي نكاس قال كين دحجو يا ذم أن كودي كبرك قانه حتى يعطوا الجزية عن يد ومصاغر ولا قرط أمان بكوسو قلي سوى مسكين هذا وكوه صنول أدبري بقعده كرتو أمان أثي زي مرة أدبرين كرتو ومعاهد ولا قرطي وحتى ينكو حوق بكوسو قالي حقنا ويكون جوجا محيا إنكاس محارب بالله يقنا كافر حربي ما يهم سماع هذا بني منكاس قاعدة شرعية محيهاي القاعدة الشرعية كافر حربي وودن إسلام حقوق سوق علي حقنا كجوجو تعين الجهاد ويا القاعدة الإسلامية جهاد كبا عينو بي وتعينت المقاومة على البلد الإسلامي هذا هذا يسأل نقطي أمدي اللوهر يستأجر نمن كان إلى جهادان وأنهي عن جهاد متعين وهو باطل صامتا من زمان وأنا قصوم الرأي إمامك ولا أطيعي وحي خيره لا في المعاصي ومن الطاعة في المعصية نهيه عن الجهاد المتعين وأنا قل علمك صوم الرأي ابن القيم ابن تيمية ابن حزم وقاعدة نوع عاصي تقريري إيوه إن رشد وتصريحية وأنا جزء مري
هذا هو يمحي أضن لهذا سلمي هلو سارو يمقاوم الجهاد كرتو وذاده مضى وحيك الريبين عن جهاد تعين ريبتان كل واريبتان باطلة ولقنا أطيع ما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما طاعة في المعروف هذه اللي وذاده وحي أجيدان قوات كان أمنجا أمن صوم الشياطين تأ مركان لنا هي سنة بتجليها الغصارو إخراجهم بطريقة سلمية وما الجهاد قال كدول وقرت سيبا وقر إليهم صوم وذاده مركان لنا قال أمن صوم حشر عدرنا كوسو قريت شرع عدرنا ويكون جوجان لكن سي سلمي الغصارو وحن وجدنا إن وذا سلمي الغصارو ومن الجهاد في سبيل الله وركاس محل كليدي وحين وكلنا وركاس صلم لها وحوصل وركا يرن لها أما صورة قيل لها هذه قوات الاحتلال كأمسهم ودن كحوك صوغ لي حوقنا كجوا جي آت كهسان موافقوا أي ليين حبده أنا لقد داي أفر بأنا بحيني وإذا دو موافقوا قال كبين تبنا مكهزين إنه وضعه كقبح بطريقة سلمية أو عجيزية والرصد على بتيسة كان بح وضعه مايا لقى ما هيني عطس النوع عاصة هي موافقة منا ولا ما هيني وحانا كتوصى ولدهم بيا مكسو صارين بق بهوكم يوها شيطانك بهوكم بها الله يبق وذا دو واريو ذين بولي وذا دو واريو ذين أيقون وضعه النمكيرين أيقون أمجيه إنه يؤمن بأننا كنا حكمته شيخ برلي ما شكو هيا بول وهذا مركز لكن ميزان كله محيطه وطريق سلم أكو صار صح هذا دونتان وأمد دي كده بتبادية وهنتي دي بتصحوا لكن موافقا ما هي زيد قال هذا هوشا ما كهيسا ما يا ويا بري هذا وإنك أود مكسار كرتا ما يدعس بانك شيء نبرع عن عريني هرقيسا هذا مسجد سوا يا هاي تتكون إلا موقت سفع الله كرما في عنا وإن منكم مدى طقبتين تران لما تابنكروا عصي يا طلب مكهسين أذنكم كساري سن هدو مك الله بهذا ويدين بلن قادم بنو جدا بلن ما يمان نكاين هذا يصدح البلوط لما تام أفرت البلوط ويدين ديدان ودان واريوت أود ملتر أو كسارة مليده ما يا ويا أمضى الله الجيم مك قيب قايس ما يا فتاني وي أيجنا كما هي إنه تفويت قال ذي هدو هديد لأن حكومة صارك الره وان عررنا المسلمين تي إسكت ده هاي صار لها أنا تاجر ما إني وان دبر تبينينا وركوا هدو أنت سكما أورسنين مسوان كبد بدين إنما كتحامل بن علماء قصة من هي أنا وحيلتين أنا كبد بدينين وحين قط مرك وهدو الجلوس خلف الطاولات وإصدار البيانات تلو البيانات إصدار فتوى تلو الفتوى لا حراك لها ولا رصيد لها من الواقع بيهوش نقطة وجه اللبات أما صدحات حالنا هاي مؤتمرين تو أساسا بمؤتمر كل واحد دنا وحوخل دنا لبات طرف باودن كيسكو هاي أو أود كلها المجاهدون من ناحية هي قوات الاحتلال من ناحية ويحكى لي شيء كبير يسكها متى مزمها شريف كي صاحب بدي من قوات الاحتلال طبع مجاهدين والشعب دبتها غني هي قيبة كمذا هي قال هي هي دعس كذي بأس هاي الله ويا الطرف ودنك إسوها هاي مجاهدين تي قال كسور جيتي من نوع عط لقام هين التفويضة هي تلا صار شو أرنت بعدين دي بنده وذا دو قلا دحدك مع بصديك قديم وذا دو دحدك مع بصديك عيار صعود تولي قام صدر حفرزت شح سعوته قل قل إيساس كده حدق ما عبسوا ده اللي ده وده ده مرقى الله كوحوض إيسايا محوة هاي جند الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لبضى جناح بإيسايا منا لقى ما هين محوة هاي تفويض يطالى سراشو يقرديبشو وأسكد أحفاريستين سأنو لو رينو أفضو ابن قضية الصوماليا وهذا مخلصين وبدنا والقدر هوش عيدا هذا وهذا لقى هين التلاقي بيش الله بكو حد بأن لقى هين محاصة فحاتك ومدو بيسين ومدنا هذا وقت ورا قادر هذه سما شروع إنه سعواي ومدي هالجمع زي محاو تاجر ويدين أما قالوا ذحين وقول ساري ويدين
أما شعبك أدق القليل ويدين محال الله كلا ياعي وحميشة كجروي وحان لنا هاي وركي وذا دوح وكسور الرصدي حبر على هاي على ورق حبر على ورق وراق عض وراق وحلقو قري أن تنفيذ لهاي بين نقطي مركو حتى شريف كسوك الرية قال دي وعيدا عصوب كينا وكاميزان هالدين لبك جيران كوشيك مدد هذا دماتي هذا الدم لا جماهي مجاهدين تان نقص من وسيل قص من بهوك باب الله أسمع كل يوم في ذي يدي أسمع ما قبطة وحيلته هاي أنت تعليقات كحن كدينا فتاوي الصوب أحد خلاصة وامحي جماعة خط كل وقعة وكتكتي خط هذا وحي مريسا دبر جبنتي مسلمين تالجن كودي يلا دجالن كي قال إسكت عندي نمان كان نوع عاصنا مسائل كان على حدر هلا هذا الناس كإلاليو هبين دم بي يوجدين كلا بحسب بالله توفيق.